لان احنا مش عايزين نطلع بره ملعب الهاندبول واعلان الكابتن انت لسه الكلمات استضافه الاهلي كاس السوبر وكاس الكؤوس الافريقيه. نشوف كلمه الدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي. يا با دو ريلاسيون بريميديتي اللي احنا متفقين على المكان نيل الاهلي يعني نظم في البطولتين الافريقيه في نيل الاهلي في مصر من قبل حتى ما نفكر في مراسم الاحتفال او شكل الاحتفال بالعيد الخمسين. واحنا فكرنا ان ودي مصادفه بس مش اكتر. واحنا فكرنا ان الاحتفال بالعيد الخمسين مش هيكون بس يوم 15 يناير اليوم اللي تاسس فيه الاتحاد من 50 سنه، لا احنا هنمده على السنه كلها، هنحتفل بيه طول السنه من خلال الاحداث الرياضيه اللي هتنظم، ومن ضمن الاحداث واولها هو البطولتين دول. فعشان كده اليوم قيمه كبير، اليوم وضع كبير. بور دير كو دايور لابوتيوز وكاحتفال كاحتفال نفسه الاحتفال هيعملوه في شهر اكتوبر في الكونغو في بطوله افريقيا للانديه. فعشان كده بقول انا باكد ان هو هنحتفل طول السنه مش بس وقت البطوله اللي هتبقى موجوده هنا في نادي الاهلي. هو سافي سي ان كرون مسيو بور كي جي بوكو دادميراسيون بور تو سي كي سو في خرج بشكل يعني في صداقه كبيره. هو بيقولها مسبقا كانوا جم قبل كده وكانوا عاملوا زي زيارات للقاعات اللي هيتنظم فيها والاوتيلات، وطبعا وقسنا عليهم بشكل كبير وقال ان هو يعني مش بس النادي الاهلي، الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد المصري بيحاول يوفر جميع السبل علشان التنظيم يبقى كويس. كابتن محمود الخطيب هو بيقول انا مش محتاج اتكلم عليه، هو راجل كبير، راجل كبير في المقام وفي الـ في الـ والاهميه في افريقيا، وهو طبعا بيثني على دوره الكبير في الرياضه النادي الاهلي بشكل عام وفي مصر بشكل عام وفي النادي الاهلي بشكل خاص. وهو بيقول انا على يقين التنظيم هيطلع بشكل جيد جدا، خاصه بالدعم الكبير من الاتحاد المصري لكره اليد والكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. طبعا هو تحدث ان احنا مش بندي البطولات كده، هو جه معين واطمئنوا البنيه التحتيه. وطبعا هو عارف تاريخ كرة اليد في مصر وعارف تاريخ النادي الأهلي في كرة اليد وعارف تاريخ الكابتن محمود الخطيب شخصيا وقيمته داخل القارة. فلما اطمئن كمان على البنية التحتية والملاعب وكله مؤكد ان كان منطقي جدا البطولة دي يعني يتم الترحيب ان يستضيفها النادي الأهلي.